تحية طيبة لكل مشاهدينا، أهلا بكم إلى جولتنا الاقتصادية. في إطار سلسلة تقارير خاصة لليوم من سلطنة عمان، نطل اليوم على تحديات الاقتصاد في زمن ما بعد الطفرة النفطية ومتاعب البحث عن حلول ناجعة وبدائل للذهب الأسود. المزيد مع مفيدنا مصطفى سكحة المتابعة. عبد الله ومصطفى شقيقان في هذا السوق الليلي يعرضان لسلعتهما. الشابان العمانيان يحتاطان من غدر الزمن بمشروعهما التجاري في إشارة صريحة إلى الحرص على تأمين مستقبلهما وسط الظروف الاقتصادية الراهنة. هذا احتياطي نسميه لأي شيء صار، واجهته تعرقلت في شيء فيكون عندك رد يعني مردود ثاني. ففي خطة والحمد لله ماشي عليها يعني. وعندنا نفس الشيء زي الرسم العماني مثل المصار والكمة والدشداشة، في أشياء كثيرة. طريقنا احنا نعم عن طريق السوشيال ميديا أكثر شيء، وبعدين يجوهم المعارض هنا ونعرض نحن منتجاتنا. عبد الله ومصطفى حالهما حال مواطنين عمانيين آخرين قاموا باستثمار أموالهم في مشاريع تجارية صغيرة والبدء من الآن في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط الذي دفع بمسقط بالاتجاه إلى تطبيق إصلاحات مالية وتنويع القاعدة الإنتاجية. لا شك حصلت هناك نوع من التداعيات المباشرة وغير المباشرة، مما أثر هذه التداعيات أيضا كذلك على كثير من القطاعات، وأكثر القطاعات ربما الذي لمسها المواطن فيها قضية رفع الدعم عن بعض السلع وبعض الخدمات التي تقدمها الحكومة. صار هذا التأثير مثل رفع أسعار النفط والوقود مثلا، رفع الدعم عن بعض القطاعات، لا شك أنها أثرت، ولكن ليس كان هذا التأثير ما يطلق عليه بالأزمة الحقيقية التي تؤدي إلى يعني ما يطلق عليه بالركود الاقتصادي. الحكومة العمانية لا تفوتها شاردة ولا واردة وهي تتحرى الإصلاحات الكبرى بما فيها تثبيت سعر الصرف ومسائل أخرى تلامس معيشة المواطن ما عدا راتبه الذي لن يمس. هناك تم وضع سياسات اقتصادية ومالية من خلال لجنة مشتركة ما بين وزارة المالية والبنك المركزي والمجلس الأعلى للتخطيط. هذا الفريق العمل مشكل لدراسة السياسات المالية والاقتصادية وكذلك كيفية التوازن في ما يطلق عليه بالدورة المالية لثبات واستقرار الأوضاع الاقتصادية حتى تتعدل أوضاع النفط إن شاء الله تعالى. عين ترصد وعقل يدبر ما يحيط بالفرد من تحديات حال العمانيين وهم يواكبون فترة صعبة اقتصادياً. في السلطنة ملامح الاقتصاد اليوم ترسمها خيارات الوضع الراهن المثقل بتراجع أسعار الخام وسط مساء حكومية لتعزيز وتحريك ما هو محلي داخل دورة اقتصادية يلفها حراك تشهده عمان بسبب موقعها الاستراتيجي وترقب شعبي لا تلغيه ضبابية الموقف. مصطفى سكحال اليوم على الحرة، مسقط. الحكومة العمانية بدأت مؤخرا في تنفيذ مخططاتها لتنويع مصادر الدخل القومية متمثلة في النهوض بقطاع السياحة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشاهدينا، إذا مذاق خاص لرمضان في الأحياء التاريخية المصرية، نأخذكم هناك لنتعرف على أجواء عابدين. أهلا بك لبنى، بالفعل مستمرون معكم ومشاهدينا في رصد ملامح الشهر الكريم من قلب الحارة الشعبية، هذه المرة من قلب حي عابدين بوسط القاهرة.